بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 48. إذن في أول صفحة كما نرى عندنا أوبجيكتيف، يعني أهداف، من ضمن أهداف الفقرة ديستانغي لي فيرب ترانزيتيف إي أن ترانزيتيف. ديستانغي، ديستانغي نقصد به أنك تميز، أنك تميز بين لي فيرب ترانزيتيف، بين الأفعال المتعدية. اي انترانزيتيف المقصود الي فيرب انترانزيتيف، الي فيرب انترانزيتيف والافعال غير متعديه. ثم ريكونيتر اي امبلويي لي فيرب انترانزيتيف، ثم ريكونيتر اي امبلويي لي فيرب انترانزيتيف. اذن انك تعرف ثم تستعمل افعال الغير متعديه. لي فيرب سون كومبليمون دوبجي، لي فيرب سون كومبليمون دوبجي المقصود بها لي فيرب انترانزيتيف. لي فيرب انترانزيتيف الافعال غير المتعديه هي التي لا تتطلب تكمله. اذا كما لو نقول نحن في اللغه العربيه مفعول به، اذا هنا نقول كومبليمون. كومبليمون تاتي من فعل كومبليتي، اذا كما لو نتكلم عن مكمل. اذا لي فيرب سون كومبليمون دوبجي، اذا نتكلم عن افعال بدون متمم. طبعا كلمه اوبجي كما ذكرنا ان تعني شوز، شوز كي سوفخ على في. طبعا كلمة أوبجي كما ذكرنا أن تعني شوز كي سوفخ أ لا في. لا في تأتي من فعل فواغ، لا في يعني الرؤية. شوز كي سوفخ أ لا في، إذا شيء يعرض للرؤية. إذا نتكلم عن شيء منظور، شوز كي سوفخ أ لا في، شيء يعرض للرؤية، يعني أنه تتعرض باش يتنظر، باش يتشاف. نتكلم عن شيء منظور، كل شيء منظور نراه إذا يسمى أوبجي. أيضا ممكن كلمة أوبجي أنها تعني بيت دون أكسيون، لو بيت يعني الهدف، لو بيت دون أكسيون. إذا نتكلم عن هدف نتكلم عن لو بيت، أو بيان لو بيت دون أكسيون. إذا نتكلم عن هدف أو هدف فعل، إذا الهدف لمن أجله تقام واحد الفعل يسمى أوبجي. الهدف ممكن أن نطلق عليه أوبجي. ببساطة كلمة أوبجي ممكن أن تعني هدف. أيضا أوبجي ممكن أن تعني سو كي أوكيب ليسبخي. إذا لو فيرب أوكيبي يعني فعل شغل، سو كي أوكيب ليسبخي، إذا ما يشغل العقل، ما يشغل العقل يسمى أوبجي. أيضا أوبجي ممكن أن تعني شوز كيلكونك، أوبجي ممكن أن تعني شوز كيلكونك، إذا شيء كيف ما كان. أوبجي ممكن أن تعني شيء كيف ما كان هذا الشيء، إذا شوز كيلكونك. أيضا كلمة أوبجي ممكن أن تعني كوز، ممكن أن تعني سبب، لا كوز يعني السبب، ممكن أن تعني لا كوز يعني السبب. ثم كلمة أوبجي ممكن أن تعني موتيف دان سونتيمون. كما نتكلم عن دافع حسي، اذا الانسان تيكون عنده واحد الغرض في النفس ديالو، في الاحساس ديالو مثلا يهمه. اذا هذا الشيء الذي يهمه او الغرض الذي يتمناه او يريد الوصول له مثلا، اذا هذا يسمى موتيف دان سونتيمون، ممكن ان نسميه ببساطه اوبجي. طبعا كلمه كومبليمون انها تعني مضاف اليه او تعني تكملة. كومبليمون تأتي من فعل كومبليتي، يعني كومبليمون كما لو نتكلم عن تكملة، عبارة تضاف للجملة من أجل أن يكون المعنى كامل. إذا كما لو نتكلم عن مضاف إليه من أجل تتمة المعنى، هنا طبعا عندنا كومبليمون دوبجي. إذا طبعا كما نلاحظ بأن مجموعة مفاهيم في هذا المعنى أنها تحوم حول ما يكمل الجملة. إذا نتكلم عن كومبليمون دوبجي، هنا نتكلم عن لي فيرب سون كومبليمون دوبجي. طبعا نتكلم عن أفعال بدون كما نقول مفعول به. لي فيرب سون كومبليمون دوبجي، إذا نتكلم عن أفعال بدون مكمل. مثلا إذا أخذنا الجمل التالية، لي زوازو إيميغا أو ديبي دو لوطون، لي زوازو إيميغا أو ديبي دو لوطون، الطيور تهاجر. لو فيرب إيميغري يعني فعل هاجر، ومنها ليميغراسيون يعني الهجرة. لي زوازو إيميغا، الطيور تهاجر
او دي بي يعني في بداية دولاتون في بداية الخريف. تو اتخ فيفون ني. كل كائن حي ني يعني انه يولد. سلو فيرب ناتخ. سلو فيرب ناتخ يعني ولد. تو اتخ فيفون ني كل كائن حي يولد. غاندي سلو فيرب غاندير هذا فعل كبر. سلو فيرب غاندير هذا فعل كبر. إذا غاندي يعني أنه يكبر. فيي فيي يعني أنه يا شيخ. نتكلم عن أن فيياغ يعني شيخ رجل كبير السن. إذا فيي يعني أنه يا شيخ يعني أنه يكبر سنه. بوي مور بوي مور ثم يموت. بوي مور ثم يموت. سلو فيرب مورير سلو فيرب مورير هذا فعل مات. إذا تو اتخ فيفون ني غراندي فيي بوي مور. ثم في الجملة الأخيرة لافوغل مارش اون تاتونو. لافوغل مارش اون تاتونو الأعمى يتمشى اون تاتونو يعني متلمسا. متلمسا ومتحسسا يعني أنه يتلمس ويتحسس ماذا يوجد أمامه. إذن لافوغل مارش اون تاتونو. ثم il trébuche et tombe. il trébuche c'est-à-dire qu'il perd l'équilibre يعني انه يفقد التوازن. trébuche المقصود بها perdre l'équilibre يعني انك تفقد. trébuche c'est perdre l'équilibre. trébuche المقصود بها انك تفقد التوازن. et tombe c'est le verbe tomber هذا فعل سقط. اذا الاعمى يتمشى متحسسا هو يترنح أو يفقد التوازن. أتومب ثم يسقط. قبل العودة لهدا الجمل نطرح الجملتين التاليتين. فاطمة أنتخ دون ليبيسخي. فاطمة أنتخ دون ليبيسخي. فاطمة تدخل إلى الحانوت. ثم عندنا في لفخاز بي أل أشات دي طومات. أل أشات دي طومات هي تشتري طماطم. إذن on pose la question la phrase A comporte-t-elle un complément d'objet. Est-ce que la phrase A comporte-t-elle un complément d'objet. هل الجملة A تحتمل أن يكون لها مفعول به. فاطمة entre dans l'épicerie. فاطمة entre dans l'épicerie. فاطمة تدخل الحانوت أو تدخل إلى مخزن البقالة. Alors on pose la question est-ce que la phrase A comporte-t-elle un complément d'objet. إذن هل الجملة الأولى تحتمل أن يكون لها مفعول به؟ طبعا لا فخاز أنا با دو كومبليمون دوبجي. الجملة أ ليس لها مفعول به كما نقول. لا فخاز أنا با دو كومبليمون دوبجي. لا فخاز أنا با دو كومبليمون دوبجي. بور لا دوزيام فخاز لا فخاز بي إل أشات دي طومات. إل أشات دي طومات. إذن فاطمة أشات دي طومات. إسكو لا فخاز بي كومبورتيل un complément d'objet. Est-ce que la phrase B comporte-t-elle un complément d'objet. هل الجملة B تحتمل أن يكون لها مفعول به. Bien sûr, la phrase B a un complément d'objet. Tomate. Oui, la phrase B a un complément d'objet. C'est tomate. Le complément d'objet de achète. Elle achète des tomates. Et dans tomate, c'est le complément d'objet de achète. إذا كما نقول بأنه مفعول به خاص بهذا الفعل. إذا كما قلنا طومات c'est le complément d'objet de achète. طبعا achète c'est le verbe acheter هذا فعل اشترى. طبعا عند الفرنسيين هذا النصف الثاني ديال الجملة elle achète des tomates. إذا ابتداء من achète des tomates هذه العبارة ككل achète des tomates سموها بريديكا. طبعا هذا من أجل تبسيط هاد المعطيات على التلاميذ في المراحل الأولى. إذن ال طبعا نسميه لو سوجي ثم أشات دي طومات اسمه بريديكا. بريديكا بريديكا المقصود به هو الفحوى أو المضمون اللي تتقال على لو سوجي أو تتقال على واحد الموضوع. مثلا هنا عندنا ال مالها هي مالها. اذا غنقولوا عليها
اشيت دي طومات. اذا هاد اشيت دي طومات تتحكي لنا على هاد ال اش نوقع عليها. اذا هذا هو المعنى ديال بريديكا. اذا اشيت دي طومات، اشيت دي طومات اسمها بريديكا. كما نقول بانه المضمون الذي يقال عن لو سيجي او عن واحد الموضوع. اذا نتكلم عن مضمون او فحوى يقال عن الفاعل او يقال عن موضوع ما، اذا يسمى بريديكا. اذا كما نرى في الصفحه التاليه، طبعا في السنوات الماضيه على صفحه الجريده، كما نرى لو كومبليمون دوبجي ديريكت روتيري دي مانيال دو غرامير. لو كومبليمون دوبجي ديريكت روتيري يعني انه سحب دي مانيال، سحب من المقررات دو غرامير، من مقررات قواعد اللغه. اون ريفوليسيون، كما نتكلم عن تطور او عن ثوره، دون لي نوفو مانيال دو غرامير، في المقررات الجديده الخاصه بقواعد اللغه. ديزورمي من الان فصاعدا، لي نوسيون دو كومبليمون دوبجي ديريكت اي كومبليمون دوبجي انديريكت نو سون بلي انسيني، يعني انهم لن يكونوا، نو سون بلي لن يكونوا بعد هذا انسيني، يعني ان تدرس اون بريمير اي اون سيزيام، يعني انها لن تدرس في الابتدائي وفي السادسه. اذا لي كومبليمون دوبجي ديريكت اي انديريكت سون اون افي رومبلاسي بار ان نوفو كونسيبت غراماتيكال. إذن هاد لي دو كومبليمون سون اون افي، يعني انهم بالفعل رومبلاسي، تم تعويضهم بار ان نوفو كونسيبت، بتصور جديد بار ان نوفو كونسيبت غراماتيكال. إذن تم تعويضهما بتصور جديد لو علاقة بالقاعدة اللي هو لو بريديكا. إذن لي كومبليمون دوبجي ديريكت اي انديريكت سون اون افي رومبلاسي بار ان نوفو كونسيبت غراماتيكال لو بريديكا. إذا لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي انديريكت يعني أنهما تم تعويضهما بتصور جديد لو علاقة بقواعد اللغة اللي هو لو بريديكا. ديزورمي من الآن فصاعدا، لا فراز ني بلي ديفيزي اون سوجي فيرب كومبليمون، يعني من الآن فصاعدا لن يتم تقسيم الجملة إلى فاعل وفعل ثم مفعول به. كما نقول إذا سوجي فيرب كومبليمون ما اون سوجي بريديكا، ولكن غيتم تقسيم الجملة إلى شطرين. إذن لو سوجي يعني الفاعل ثم بريديكا. باغ إكزومبل دون لا فراز، إذن كمثال في الجملة، لو غارسون مونج سون غوتي، الطفل يأكل كما نقول أكل خفيف، أكله الخفيف. إذن لو بريديكا إي مونج سون غوتي. إذن عندنا لو سوجي اللي هو لو غارسون، ثم عندنا لو بريديكا اللي هو مونج سون غوتي. إذا لو بريديكا أي، إذا لو بريديكا عندنا هنا بحال غنقولو لو كومبليمون دوبجي، ولكن غنزيدو عليه حتى الفعل. إذا لو بريديكا أي مونج سون غوتي. دو لا ميم مانيير، بنفس الطريقة، لي كومبليمون سيركونسونسييل دو طون دو ليو دو مانيير، طبيعة الحال لي زوطخ كومبليمون طبعا، لي كومبليمون سيركونسونسييل. إذا نتكلم عن، كما نتكلم عن ظروف المكان، ظروف الزمان، ثم ظروف الطريقة إن صح التعبير. إذا هاد لي زوطخ كومبليمون، هاد لي كومبليمون الآخرين من غير لو كومبليمون دوبجي ديسباغيس، يعني أنها تختفي. طبعا عندنا هنا لو فيرب ديسباغيتخ يعني اختفى. إذا ديسباغيس يعني أنهم سيختفون أو بخوفي لفائدة، غادي يختفي ولكن لفائدة، لفائدة ماذا؟ دو كومبليمون دو فراز. إذا كما نقول مكمل الجملة، دي كومبليمون دو فراز. اذا كما نقول مكمل الجمله. قبل هذا قلنا بان لو كومبليمون دوبجي ديريكت او انديريكت بانه ما غيتضرش في المرحله الاولى وما غيتضرش في السيزيام، في السادسه، لكن غيتضرش في الخامسه. كما تلاحظوا بان النظام التعليمي الفرنسي يعني انه يمشي بالمعكوس، يعني تتكون عندهم السيزيام عاد السينكيام، السيزيام هي الاولى عاد السينكيام. إذا طبعا في السيزيام ما غيتقراش هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت، ولكن ابتداء من الخامسة فما فوق غادا تدرس هاد النوعية من التعقيدات كما يسمونها. كما تلاحظوا هنا كاغ ليدي دو بريديكا، لأن فكرة بريديكا اللي قلنا الآن اللي جات في بلاصة لو كومبليمون دوبجي إي دو سامبليفي، هي تبسيط، هي من أجل تبسيط، إي دو كونسوليدي، ومن أجل تمتين لابخونتيساج يعني التعليم، دو سامبليفي اي دو كونسوليدي
لابرونتيساج. لابرونتيساج اذا الاصل في هذا الشيء كله هو تبسيط وتمتين التعليم دو لا سانتاكس. كما لو نتكلم عن علم النحو، كما لو نتكلم عن علم النحو، اذا هذه الامور التي تمت هي من اجل تبسيط وتمتين تعليم علم النحو. اوزاليف للتلاميذ، اوزاليف دو سي ام ان لتلاميذ المرحله الاولى على سيزيام، لتلاميذ المرحله الاولى على سيزيام الى حدود السادسه، افون دانتخودوير، افون دانتخودوير قبل ادخال اون سينكيام في الخامسه لي نوسيون لي كومبليكي، قبل الادخال في السنه الخامسه لي نوسيون لي كومبليكي، اذا مفاهيم اكثر تعقيدا. اذا هذه المفاهيم اكثر تعقيدا كما نقول طبعا يمكن ادراجها ابتداء من السنه الخامسه، اما قبل السنه الخامسه بما في ذلك السي ام ا على السيزيام طبعا سيتم تبسيط هذه الامور. اذا نعود للجمل، لي زوازو ايميغا او ديبي دو لوتون، لي زوازو ايميغا او ديبي دو لوتون، اذا الطيور تهاجر في بدايه الخريف. طبعا لوتون المقصود به سيزون دو لاني كي كومونس لو 20 سبتمبر اي فيني لو 21 ديسمبر. إذا نتكلم عن فصل من السنة، سيزون دو لاني هو فصل من السنة، نتكلم عن لوتون، لوتون سيزون دو لاني هو فصل من السنة كي كومونس لو 22 سبتمبر الذي يبتدئ في 22 شهر تيسار اي فيني لو 21 ديسمبر ثم ينتهي في 21 من الشهر الأخير. إذا لي زوازو ايميغا او ديبي دو لوتون تو اتر فيفون مي غوندي فيي بوي مور. Tout être vivant né, grandit, vieillit, puis meurt. كل كائن حي يولد يكبر يشيخ ثم يموت. Tout être vivant né, grandit, vieillit, puis meurt. ثم عندنا في الجملة الأخيرة l'aveugle marche en tâtonnant. Il trébuche et tombe. إذا الأعمى يسير متلمسا أو متحسسا. Il trébuche ثم يتعثر أو يترنح أو يفقد توازنه اتوند ثم يسقط. عندنا في جو كومبخون، عندنا في فقرة جو كومبخون غولوف لي فيرب اي لور سوجي، اي لور سوجي دون لي فراز سي دوسي غولوف، يعني استخرج لي فيرب الافعال اي لور سوجي وفواعلها، جمع ديال الفاعل وفواعلها اي لور سوجي دون لي فراز في الجمل سي دوسي اعلاه ماشي سي دوسو، سي دوسو يعني اسفله، سي دوسو كما عندنا هنا حالة تشبه سيغ يعني اعلاه كما نقول فوقه. غولوف لي فيرب اي لوغ سوجي دون لي فراز سي دوسو، اذا استخرج الافعال وفواعلها من الجمل اعلاه. ناخذ الجملة الأولى لي زوازو ايميغا او ديبي دو لوطون، اذا فين هو الفاعل هنا وفين هو الفعل؟ إذا كما قلنا لي زوازو هذا لو سوجي، هذا لو سوجي، هذا هو الفاعل إيميغا سي لو فيرب، سي لو فيرب إيميغري، هذا فعل هاجر، سي لو فيرب هذا الفعل أو ديبي دو لوطون. ثم عندنا تو إتر فيفون مي غوندي فيي بوي مور، إذا فين هو لو سوجي ثم فين هو لو فيرب؟ إذا عندنا تو إتر فيفون، تو اتر فيفون كل كائن حي، هذا كل لو سوجي، اذا لو سوجي كل كائن حي مالو مي يعني انه يولد، اذا تو اتر فيفون كل هاد الكلمات تتكون لنا لو سوجي. ثم عندنا مي سي لو فيرب ناتر، اذا هذا فعل ازداد، سي لو بخومي فيرب غراندي، سي لو دوزيام فيرب فيي، سي لو تخوازيام فيرب بوي مور، سي لو كاتريام فيرب مور، سي لو كاتريام فيرب، إذا سي لو فيرب مورير، إذا هذا فعل مات. كما تلاحظوا بأن عندنا لو سيجي ثم عندنا الأفعال التابعة له، ثم في السؤال الثاني سي فيرب أونتيل أن كومبليمون دوبجي، سي فيرب أونتيل أن كومبليمون دوبجي، إذا كما نقول هاد الأفعال هل عندهم مفعول به؟ إذا كما نقول هل هاد الأفعال عندهم مفعول به؟ سيفاب اونتيل ان كومبليمون دوبجي؟ بيان سور سيفاب
نون با دو كومبليمون دوبجي. نون با دو كومبليمون دوبجي. هاد الافعال ليس لها مفعول به. مثلا لي زوازو ايميغا. اذا الطيور تهاجر. لم نقول بان الطيور تهاجر طيورا اخرى مثلا. ملي غنتكلموا على الطيور بانها تهاجر. طبعا المعنى غيبقى ناقص. لاننا تنتسناو اشنو تتهجر هاد الطيور. اذا هنا غنحتاجو لو كومبليمون دوبجي. غنحتاجو لي كومبليمون دوبجي. ولكن هنا عندنا الطيور تهاجر، يعني انها تهاجر بنفسها. لي زوازو ايميغا. ثم نتوقف. او ديبي دو لو طون. طبعا هنا عندنا كومبليمون سيكونستونسيال دو طون. هنا عندنا كومبليمون سيكونستونسيال دو طون. هنا عندنا مكمل كما نقول ظرفي للزمن. عندنا مكمل جملة كما نقول ظرفي للزمن متعلق بالزمن. نتكلم عن لو ديبي دو لو طون، بداية الخريف. إذا نتكلم عن زمن ولا نتكلم عن كومبليمون دوبجي ديريكت أو انديريكت، ولا نتكلم عن كومبليمون دوبجي. حتى لا نطول نكتفي بهذا، نستكمل في الحلقة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.